السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت عددا من الإجراءات جعلت الرئيس الأمريكي جو بايدن فجأة على حافة الانزلاق لحرب والانزلاق لحرب مباشرة مع إيران. التفاصيل جاءت يوم أمس بهذه الطريقة من قبل صحيفة النيوزويك الأمريكية التي تحصلت على هذه التفاصيل من مصادر حكومية بالإضافة إلى مسؤول أمريكي مطلع على التفاصيل. وطبعا هذه التفاصيل التي ذكرت هنا وبدايتها هو أن التركيز الأمريكي الآن والتركيز الاستخباري قد تحول وأعاد التركيز الخاص بهم من محاربة الإرهاب إلى مواجهة خصومهم، مواجهة روسيا والصين وكوريا الشمالية وخاصة إيران، ونتحدث عن الحرب المباشرة مع هذه الدول بشكل مباشر. وعلى هذا الأساس التفاصيل التي ذكرت بأن الآن الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاستخباري وعلى المستوى العسكري بدأت تعمل بشكل مكثف مع الإسرائيليين من أجل تحقيق هدف منشود هم يهدفون له في المستقبل. فالولايات المتحدة الأمريكية الآن وجدت نفسها بأن الحرب الخاصة بها في أفغانستان قد انتهت، الحرب التي كانت تخوضها في العراق قد انتهت، بالإضافة إلى أن في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إسرائيل قامت بتطبيع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة وكذلك مع مملكة البحرين. وأيضا هم وجدوا بشكل واضح بأن إيران أصبحت منخرطة بشكل كبير للغاية في الحرب الروسية الأوكرانية، وهي تمتلك أذرعا كثيرة في المنطقة تهدد المنطقة بأكملها. الجميع يشكي من الهجمات الإيرانية إن كانت من فصائلها مسلحة أو إن كانت عن طريق طائراتها المسيرة أو حتى صواريخها البالستية، بل إن إيران قد تغيرت في هذا العام في عام 2022، فهي قامت ووصلت إلى تخصيب لليورانيوم عالي للغاية إلى نسبة 60% في منشأتي نطنز وفوردو، واقتربت كثيرا من الوصول للقنبلة النووية. على هذا الأساس هذا التركيز والهدف الذي يبحثون عنه هو تشكيل حلف جديد في المنطقة، وهو يكون على غرار حلف الناتو، ليس فقط لمواجهة إيران بهذا الشكل الذي نتحدث عنه، وإنما أيضا لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة والنفوذ الصيني. كلنا نتذكر زيارة الرئيس الصيني مؤخرا للمملكة العربية السعودية، والتي حقق فيها الكثير من الاتفاقيات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. هذه الزيارة والاتفاقيات أقلقت الأوساط الأمريكية بشكل كبير بأننا بدأنا نرى نفوذا صينيا كبيرا في المنطقة، دخلوا للسعودية بقوة، هم موجودون أساسا في الإمارات العربية المتحدة، يمتلكون اتفاقيات أيضا مع الإيرانيين، اتفاقية استراتيجية كبيرة للغاية، وبالتالي بدأ النفوذ يظهر. وعلى هذا الأساس هم بدأوا يرون بأننا علينا أن نهدف لعملية تشكيل حلف كبير كحزام لمواجهة إيران وهذا النفوذ الذي نتحدث عنه. وعلى هذا الأساس ذكرت صحيفة نيوزويك الأمريكية الآتي يوم أمس: الأمل هو تمهيد الطريق لتحالف عسكري إقليمي مشابه لحلف الشمال الأطلسي في أوروبا، ليس فقط للتحضير للحرب مع إيران، ولكن أيضا لإحباط الزحف الروسي والصيني في المنطقة. هذه القضية قد سمعنا عنها قبل أشهر، هي ليست بالقضية الجديدة، وسمعنا عنها كثيرا قبل الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليو، وزار من خلالها المملكة العربية السعودية. الكثير من الحديث جاء في هذه الزيارة، ولكننا اليوم نتحدث عن هذا الحلف وعن هذا التحالف. سمعنا عن الناتو العربي، الناتو الشرق أوسطي بهذه الطريقة، أن هنالك خطة لتشكيل هذا الحلف لمواجهة كل التهديدات الإيرانية، وحلف سيكون دفاعي لمواجهة إيران ولكنه عربي إسرائيلي. لكن هذا الحلف الذي نتحدث عنه لم يصل إلى طريق لأسباب مهمة للغاية، أن المملكة العربية السعودية لا تمتلك أي علاقات رسمية مع إسرائيل، لم تطبع مع إسرائيل، لم تعترف بها نهائيا، وهذه كانت هي واحدة من التحديات بالنسبة لهذه المسألة التي كانت تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى أن المستشار الدبلوماسي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو طبعا السيد أنور قرقاش، وهو
رجل مهم ولديه تصريحات مثيرة للغاية. الرجل كان قد تحدث بأن الإمارات العربية المتحدة لن تكون جزءا من أي محور ضد إيران، لن نقبل بهذه المسألة أبدا، ووضع هذه التصريحات قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية. على هذا الأساس انتهى هذا الأمر ولم نراه ناجحا نهائيا ولم يصل إلى طريق. ولكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتحدث عن هذه المسألة مع تغير الظروف. هنالك ظروف بدأت تتغير، واحدة من الظروف التي تغيرت هي بنيامين نتنياهو أصبح على رأس الحكومة الإسرائيلية، وهو بدأ فجأة يتحدث بشكل مباشر الآن بأن إحدى أهدافه بأنه يريد أن يحقق مبادرة سلام، علاقة مع المملكة العربية السعودية، لأنه يعتقد من وجهة نظره بأن هذا الأمر سينهي الصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد، وكذلك يفتح الباب لتشكيل حلف في هذه المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية هي تتعرض للكثير من التهديدات في الفترة الأخيرة، قادمة من اليمن، إحدى الفصائل في العراق تهدد المنشآت النفطية ومنشآت الطاقة الموجودة في المملكة العربية السعودية. كذلك إن إيران أساسا قد اتهمت مؤخرا بحسب الأسوشيتد بريس وما نقلته بأن الإيرانيون لا رفضوا تماما عملية التوسط العراقية في إكمال المحادثات الإيرانية السعودية في جولتها السادسة في بغداد، رفضوها تماما بسبب أنهم يرون أن السعودية تتدخل في هذه التظاهرات. على هذا الأساس لن نكمل هذه المحادثات، وبالتالي عدنا إلى تشنج كبير في ظل تهديدات حوثية أيضا. وفجأة المملكة العربية السعودية الآن تجد نفسها تحت الضغط مرة أخرى، مع الانتباه بأن الولايات المتحدة الأمريكية رغم النفوذ الصيني الأخير إلا أنها لا زالت هي الراعي الأمني لهذه المنطقة، وهذا قد يفتح الباب لهذا الحلف، وأن نرى هذا الحلف إذا ما تحققت هذه التطورات أن يتحقق في هذه المنطقة، ليس لمواجهة إيران كما تحدثنا فقط، وإنما أيضا النفوذ الروسي والنفوذ الصيني، وقد يكون أمام إيران طريق واحد فقط لإغلاق الطريق على هذه المسألة، ألا وهي فتح باب المفاوضات والعودة للمحادثات في حقيقة الأمر في الداخل العراقي ليقوموا بهذه الجلسة السادسة مرة أخرى، والجلسة السابعة أن تطلب هذا الأمر أو المحادثات أو الجولة السابعة بين إيران وبين السعودية في بغداد لكي تقطع الطريق على مثل هذا الحلف، وإلا فإنها ستكون فجأة أمام حلف كبير في هذه المنطقة يغلق عليها الطريق، وفجأة ترى نفسها تحت الضغط. الولايات المتحدة الأمريكية واضح جدا بأنها بدأت تتحدث، بدأت تسرب لهذه الصحف الأمريكية وغيرها من مصادر حكومية واستخبارية بأنها تريد تشكيل مثل هذا الحلف في هذه المنطقة لمواجهة إيران، لمواجهة روسيا، لمواجهة الصين. واضح جدا بأنهم منزعجين من الإيرانيين وانخراطهم في الحرب الروسية الأوكرانية، فهم يجدون الآن بأن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي يستغل هذه المسألة ويستغل الأسلحة الإيرانية وتحديدا الطائرات المسيرة في عملية الأهداف الأساسية التي يهدف إليها في هذا الشتاء، ألا وهي ضرب منشآت الطاقة، ضرب محطات الطاقة وتدميرها من أجل طبعا قطع الطاقة، قطع الاتصالات، وضع المنطقة تحت وقطع التدفئة عنها تماما، مع حقيقة أن هنالك مناورات أيضا تخوضها القوات الروسية مع القوات البيلاروسية، قد أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية يوم أمس في الساعات الأولى من يوم أمس، وبالتالي هم يستعدون يعدون ضرب البنى التحتية، وبعد ذلك لنتقدم في نهاية فبراير القادم بحسب تفاصيل نشرتها The Guardian البريطانية إلى كييف. وبالتالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الأسلحة الإيرانية بشكل خطير في ظل أيضا صواريخ بالستية وتقارير عن صواريخ بالستية قد نراها في أي لحظة تستخدمها روسيا، ونتحدث عن صواريخ بالستية إيرانية ممكن أن تكون لها أدوار كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت كثيرا في أوكرانيا، نتحدث عن آخر استثمار وآخر إعلان شهدناه يوم أمس، ألا وهو إدخال منظومة الباتريوت إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى صرف أموال كثيرة. إذا ما تحدثنا فقط عن يوم أمس نتحدث عن 1.8 مليار دولار كحزمة عسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى أن الكونغرس على وشك أن يقر 45 مليار دولار من أجل مساعدة أوكرانيا في هذه الحرب. استثمار أمريكي كبير
لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، وواضح بأنها غير مستعدة لخسارة كل الأموال التي صرفت ليس فقط من الولايات المتحدة وإنما من حلف الناتو بأكمله. لاحظ كيف كانت الحرب بهذا الشكل عندما بدأت وعندما بدأ الروس يتقدمون تجاه أوكرانيا. لاحظ أيضا كيف الآن الأمور تغيرت في ظل هذه الاستثمارات، وأيضا أننا وصلنا حتى هذا اليوم سعر الغاز الطبيعي الذي ترونه. لاحظ كيف انخفض بهذا الشكل في أوروبا، انخفض السعر، لم يعد سعرا عاليا، قد يكون عاليا ولكنه انخفض من مراحل الخطر التي دخل إليها. وأيضا التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب التريدينج إيكونومكس كما تلاحظون وصل إلى 9.1%، ولكن الآن انخفض إلى 7.1%. الكثير من المكاسب تحققت، وواضح بأن هنالك خروج من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ولا يريدون خسارة المكاسب نهائيا. الولايات المتحدة الأمريكية استنفذت الكثير من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الذي تمتلكه، إلى درجة كما تلاحظون هنا بالنسبة لوزارة الطاقة الأمريكية قد تحدثت اليوم بهذه الطريقة، قالت بأن الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأمريكي وصل إلى 378.6 مليون برميل للنفط. قد يبدو الرقم كبيرا ولكنه في حقيقة الأمر قد وصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر من عام 1983، وبدأوا يأخذون إجراءات من أجل تعويض هذا الاحتياطي الاستراتيجي الذي صرف أثناء هذه الحرب الكبيرة وهذه أزمة وأزمة الطاقة الكبيرة التي دخلوا بها. على هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية فعلا تضغط على مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية. يوم أمس بلومبرغ قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هنالك إجراءات وقيود ستفرض إضافية على الطائرات المسيرة التي ترسلها إيران لروسيا لكي تستخدمها في الداخل الأوكراني، بل إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يوم أمس ظهر أمام العالم بأكمله، أمام الكونغرس الأمريكي، أمام الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، واستثمر في خطابه الذي طال لمدة 20 دقيقة أو أكثر بقليل في مسألة الطائرات المسيرة تحديدا، وهذا ما قاله لهم في الكونغرس. المسيرات القاتلة التي أرسلتها إيران بالمئات إلى روسيا أصبحت تشكل تهديدا لبنيتنا التحتية الاستراتيجية، لقد وجد بلدان إرهابيان بعضهما البعض، أنها مسألة وقت فقط قبل أن يهاجموا حلفائكم الآخرين. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأكمله منتبه تماما لتحركات استراتيجية كبيرة ومهمة للغاية تعمل عليها إيران. المسألة ليست مرتبطة فقط في إرسال الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية إلى روسيا ومعاونتها في هذه الحرب، لا، المسألة أيضا فيها تعدد القطبية على المستوى التجاري. بلومبرغ مرة أخرى يوم أمس كشفت عن تحركات وطرق تجارية كبيرة بتعاون روسي إيراني، من الممكن أن تربط الشرق بالغرب من دون الحاجة للولايات المتحدة الأمريكية، من دون التعرض إلى أي ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب، إن فكر في تحقيق مواجهة مباشرة مع هذا الحلف الذي نراه اليوم. على سبيل المثال الآن عندما ترى هذه الصورة أمامك، فإن حقيقة الأمر، ودعونا الآن نأخذ الخط ونأخذ ما تحدثت عنه البلومبرغ الأمريكية ببساطة، هذه هي إيران. فإن عملية التجارة التي يعملون عليها هي تمتد من إيران إلى بحر قزوين إلى روسيا إلى سانت بيترسبرغ، لتمتد إلى أوروبا بهذا الشكل، وكذلك عن طريق فولغوغراد أو عن طريق نهر فولغا الموجود في فولغوغراد. هنالك عملية توسيع تمتد إلى بحر آزوف، إلى البحر الأسود، وبعدها تمتد بهذا الشكل إلى أوروبا، وأيضا تمتد بهذه الطريقة عبر قناة السويس. وبالتالي هنالك خط كبير للغاية يمتد بالنسبة لإيران ولروسيا، وأيضا تمتد إلى أوروبا بهذه الطريقة الكبيرة والهائلة. لكن هنالك تفاصيل بسيطة موجودة في هذه القضية، دعونا نذهب وننطلق إلى النقطة المهمة، إلى إيران. هنالك بعض التفاصيل التي كشفتها بلومبرغ عن طبيعة هذا التحول وما تعمل عليه إيران وما تعمل عليه روسيا. لنتوقف هنا قليلا ونأخذ العلامات بالنسبة لإيران وبالنسبة للتجارة. فإنها تمتلك بندر عباس، ميناء بندر عباس الذي يأتي بهذا الاتجاه، هو الذي يستقبل كل التجارة التي تأتي عبر طريقه مثلا إلى طهران، إلى بحر قزوين، إلى روسيا، بما أننا نتحدث عن هذه المسألة. وطبعا هذه التجارة أيضا تمتد إلى مومباي في الهند. هنا هذا الطريق من الممكن أن يكون تحت المطرقة وتحت الخطر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تغلق مضيق هرمز، أن يكون هنالك صراعا تضطر إيران أن توقف عملية التجارة، وبالتالي ستشعر بالاختناق، ستختنق إيران. على هذا الأساس بلومبرغ كشفت
بأن إيران بدأت بالعمل على ميناء تشابهار وعلى خلق طريق من تشابهار يمتد إلى زاهدان هنا التي تأتي بهذا الاتجاه وتمتد مباشرة إلى طهران وإلى بحر قزوين ليمتد بهذه الطريقة. وبالتالي هذا الطريق هم بدأوا بالاستثمار به بشكل كبير وهي في حقيقة الأمر عبارة عن سكة حديدية، وهذا ما يزيد من عملية التجارة التي تمتد إلى مومباي كما تلاحظون إلى العالم بأكمله، ولكن التركيز على الشرق هنا الذي نتحدث عنه. وبالتالي هم يريدون مضاعفة التجارة بشكل كبير. وأيضا أيتها الولايات المتحدة الأمريكية، إن فكرتي بإغلاق مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال فلدينا طريق للتجارة لربط الأمور ولن نشعر بالضغط أبدا، بل إنه يفتح الباب لإيران أيضا لأن هي تغلق مضيق هرمز على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الغرب وتضع الجميع تحت المطرقة وتستمر في تجارتها بهذه الطريقة وبهذه البساطة. وبالتالي هنالك عمل كبير يأتي هنا من أجل زيادة التجارة والتبادلات التجارية. وأيضا إذا طبعا ما نظرنا إلى الصورة التي نشرتها البلومبرغ فستلاحظ هنا تشابهار، وهذا هو الطريق الذي يرتبط بزاهدان طبعا إلى باكستان ويمتد إلى طهران ثم مباشرة كما تلاحظون إلى بحر قزوين، وهذا طريق كبير جدا هم يعملون عليه. أيضا بالنسبة لروسيا، دعونا نذهب إلى روسيا لكي نفهم الطريق الذي أيضا تلعب عليه بحسب البلومبرغ الذي تلعب عليه روسيا وأيضا تتعامل معه ويتعامل معه الإيرانيون. هنا كما تلاحظون أوكرانيا وهنا روسيا، هنا بحر قزوين كما تمتد التجارة إلى سان بيترسبرغ التي تحدثنا عنها. التفصيل المهم الذي تعمل عليه روسيا والذي تصرف عليه ما يقارب المليار دولار بحسب ما وثقته طبعا بلومبرغ هو في فولغوغراد وتحديدا في نهر فولغا لتعزيز ولتوسيع القناة الممتدة من هذا النهر إلى بحر آزوف لكي يمتد بهذه الطريقة. وطبعا بحر آزوف قد سيطرت عليه روسيا بالكامل في الحرب الروسية الأوكرانية ليمتد كما تلاحظون إلى البحر الأسود، وبهذا الشكل يمتد إلى أوروبا ويمتد كما تحدثنا عبر قناة السويس. وعلى هذا الأساس بلومبرغ ثبتت التفاصيل بهذا الشكل. هذا هو الخط الذي يمتد عبر تشابهار كما تلاحظون، مومباي إلى تشابهار الذي يعملون عليه، وهنا فولغوغراد الذي يرتبط بالبحر الأسود مباشرة إلى سان بيترسبرغ. وبالتالي التجارة ستكون بهذه الطريقة. أيتها الولايات المتحدة الأمريكية ويا أيها الغرب، مهما فعلتم نحن بدأنا نعمل على عملية عزل أنفسنا تجاريا ونواجه القوى الكبرى كما نريد، وبالتالي أنتم أمام تعدد بالقطبية كبير قد يفسر الكثير من هذه المواجهة التي نتحدث عنها اليوم بكل تأكيد، والتركيز الذي يأتي للشرق الأوسط من الولايات المتحدة بحسب التفاصيل التي نشرت من النيوزويك الأمريكية. إذن